الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. طيب. ومن ولي الخلافة. طيب، السمع والطاعة لأمير المؤمنين هذا أيضا أصل من أصول السنة، ومن الأصول التي يعتقدها للسنة والجماعة، وهو السمع والطاعة للحاكم المسلم سواء كان برا أو كان فاجرا، يعني نسمع ونطيع للحاكم المسلم حتى لو كان ظالم أو كان عادل، وده دين. وكثير الآن من الجماعات الضالة المنحرفة يرون أن هذا ظلم، وأن هذا خوف من الحكام أو مداهنة ومجاملة للحكام. عشان كده بتلقى أهل البدع بيصفوا أهل السنة وعلماء السنة بأنهم يقول لك ده العلماء السلطان، أو يقول لك ده المداخلة، أو يقول لك ده الجامية. يعني شنو مداخلة وجامية؟ يقول لك ده العلماء السلطان، وكذبوا في هذه الفرية وهذا الزعم، لأنه لو نظروا بيلقوا أهل السنة ما بيوالوا حاكم معين أو تابع لحزب أو طائفة معينة، والحاكم الثاني بيعادوا طالما كانوا الاثنين مسلمين، بل هم لا يخرجون على أي حاكم مسلم ظالم عادل يتبع لأي حزب أو أي جماعة، حتى لو كان جماعة مبتدعة طالما هو شنو؟ مسلم، إلا يكفر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، هنا بيكون في كلام ثاني. يبقى نحن موضوعنا ما موضوع تقرب للحاكم. وأهل البدع الذين يصفون أهل السنة بهذه الأوصاف، يقول لك ديل علماء السلطان وديل وديل وبيقفوا مع الظلم، هم لما السلطان يديهم أقل منصب طوالي شنو؟ بيسكتوا. ما شفت عبد الحي يوسف أول ما طردوا من الإمارات جينا وجا في عهد البشير، وفي الأول عمل خطب وهاجم البشير وهاجم الحكومة، بعد ذلك طوالي أدو منصب رئيس قسم الثقافة جامعة الخرطوم، هاك يتفضل غنى الطيبة، تفضل إذاعة الطيبة، يتفضل جريدة المحرر، طوالي سكن. بقى ينادي البشير ذاته يصلي معه في جامعة في جبرين. فهكذا أهل البدع دينهم دين مصالح، دينهم دين مصالح. الآن لما يقتضى المصلحة الآن بعد ما شالوهم الأخوان المسلمين من الحكم، الآن تاني يقول لك مشروع الوحدة الإسلامية، هي ما وحدة إسلامية، هم دارين يتقووا بينا عشان يصلوا تاني الحكم ويدون احنا شلوه ترمون، هذا الموضوع كله. وتلقى في كتبهم كلام يناقض الكلام ده، يقول لك احنا دارين نتوحد وحدة إسلامية ضد شنو؟ العلمانيين والشيوعيين، لأنهم هجموا على الإسلام، وهم قاصدين بالإسلام ما القرآن والسنة، قاصدين بالإسلام هم ده الإسلام. يعني بيقول لك الإسلام ضاع، معناته شنو؟ كروش ضاعت، ده الإسلام جوا هنا، أنت قال الإسلام وين؟ دي خلاصة الموضوع. يقول لك نحن نتوحد ضد شنو؟ العلمانيين. وفي كتبهم، كتب علمائهم، يقول لك نحن ما عندنا مشكلة نتوحد مع العلمانيين إذا اقتضت شنو؟ المصلحة. زي ما قال صلاح الصاوي في كتاب الثوابت والمتغيرات، وده من أعظم شيوخ الإخوان المسلمين. قال إذا اقتضت مصلحة الجماعة، اقتضت المصلحة إنه يتحالفوا مع العلمانية، قال السلمية، قال ما في مشكلة، هم في علمانية سلمية؟ فهذا كله كلام باطل، والناس هدفهم في النهاية الوصول للسلطة والدنيا، والله والله والله. عشان كده علي بن أبي طالب لما تكلم عن هؤلاء الخوارج منذ قديم الزمان قال الخوارج طلاب دنيا، ثلاثة كلمات، الخوارج طلاب شنو؟ دنيا. دي خلاصة منهج الإخوان المسلمين الخوارج هؤلاء، خلاصة.
وده كله كذب ونفاق باسم الدين. فتلقاهم يهاجموا السلفيين يقول لك ده والله تبع، نحن مش تبع سلطان، نحن تبع المنهج الصحيح. قال نسمع ونطيع للأمير برا كان أو فاجرا ربنا في القرآن والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ربنا قال كده. هتاني احنا نمشي وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت وهو في صحيح البخاري قال كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بايعنا بايع بيع عديل على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر يعني الحكم أهله يعني الحكام، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أسألكم بالله الحديث واضح ولا ما واضح؟ واضح، ما بيحتاج أي لولوة. ما يجوز تنازع الحاكم حتى لو وجدت شنو؟ مكره، لأنه قال في المنشط شنو يا جماعة؟ والمكره. وزاد قال وأثرة علينا، الأثرة يعني شنو؟ قال العلماء أي أن يستأثر الحاكم بأموال الناس وأراضيهم، أموال الناس يعني مالك أنت، مالك، ما مال الحاكم، مالك يشيله وأرضك يشيله، ده ظلم ولا عدل؟ ده ظلم، بظلم، ما زي ما قال عبد الحي قال يعني أخذ مالك بحق وضرب زارك بحق، لا، الحديث بيتكلم عن إنه أخذ مالك أنت يكون بحق كيف؟ لأنه قال مالك ما ماله، لو قال أخذ ماله مال الحاكم كان بيكون بحق، لكن قال أخذ مالك أنت حقك، ده حق ولا ظلم؟ زول شال حقك ما حقه، ده ظلم ولا عدل؟ ظلم. فده الناس أغبياء ما يفهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكد النبي عليه الصلاة والسلام قال في المنشط شنو؟ والمكره، حاجة بتكرهها دي ظلم ولا عدل؟ حاجة في منشطك في حق، في مكره في باطل وفي ظلم. قال وأثرة علينا، يستأثر بمالك وبأراضيك، رغم ذا قال بايعنا على ذلك إنك تسمع وتطيع. يلا اللي بيطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقبيل كلام القرآن ده خايف من حاكم ولا خايف من ربنا؟ خايف من ربنا. والناس الناس مجرمين والله، وناس عندهم دجل وإجرام. القرضاوي لما كان دار يشوت مبارك وخرجوا عليه في مصر وعملوا الثورة وبينادوا من قناة الجزيرة وينفخوا بالثورة ولابد تخرجوا وهذا جهاد عظيم، وعمرو خالد قال الله ذات ونزل في ميدان التحرير أنا شفته بعيني قال، وذاك أبو دقن الأخواني ذاك قال جبريل برضو نزل أنا شفته، يكذبوا ويعرسوا للأولاد والبنات. القرضاوي قال أحاديث، الحديث اللي بينهى عن الخروج على الحاكم ضعيف، جاب حديث صحيح مسلم اسمع واطع للأمير قال ده ضعيف كذاب، حديث صحيح مسلم كتاب الإمارة، وعارف نفسه كذاب. لما اندشلوا وجا مرسي اللي هو الإخواني القرضاوي جاوه ماسك له ورق وقال قال النبي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة للأمير، والله زي ده تاني جاب الأحاديث الضعفة قال تسمع وتطيع. قبيل بقى ضعيفة لأنه الحاكم ما إخواني حسني مبارك، الآن صححها تلقوه في اليوتيوب فيديو القرضاوي صححها ودعا عليها قال اسمع وأطع للأمير قال وكده، لما مسك منه مرسي لأنه إخواني، ده دين يا جماعة أسألكم بالله. فالناس زي الناس دجالين ومجرمين إجرام ما عادي. وما دخل الإخوان المسلمون دولة إلا أفسدوا فيها أكثر ما أصلحوا، وما أصلحوا ولو مرقوا منا بيزرعوا فيها ألغام بتاعت فتن، زي ما هم قالوا يا نحكموكم يا نقتلوكم، ده شغل بتاع إجرام. وأصلا جماعة الإخوان المسلمين أصلا زرعوها اليهود، حسن البنا ده زرعوه اليهود في مصر ودعموا اليهود في مصر. انت قال الموضوع شنو؟
عشان كده حسن البنا قال في كتبه قال إن معركتنا مع اليهود ليست دينية، إنما معركة أرض. وده بيقولوا الليلة، بيقولوا الليلة الإخوان المسلمين، وأنا سمعته بأضاني دي من اللي اسمه راغب السرجاني ده، وده إخواني كبير كبير جدا، سمعته والله في الراديو بأضاني دي، مشيت اشتري حاجة من الدكان سامع الراديو شغال، قال نحن والله معركتنا ومشكلتنا مع اليهود يا إخواننا ما مشكلة دين، ما عندنا معاهم عداوة في الدين، إنما عداوة في الأرض. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والقرضاوي قال الكلام ده، قال اليهود نحن اليهود ديل ما بنكرههم ولا بنعاديهم ولا بنقاتلهم، وقال هم أقرب الناس للمسلمين وأحب الناس للمسلمين، قال كده القرضاوي. وربنا سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين شنو؟ أشركوا. القرضاوي قال لا لا لا، أحب الناس للمؤمنين اليهود. وربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالدين بتاع الأخوان المسلمين ده والله ده دين باطل ومفسد للإسلام والمسلمين. عشان كده حربهم واجب، تحارب العلمانيين والشيوعيين وتحارب الصوفية وتحارب الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين هم الأعانوا الصوفية. البرعي ده قاعد مجدوع في كردفان من بدر انتقالوا جديد، ما بدول بيعرفوا، ما لمعوا إلا نزع العثمان محمد طه، ولمعوا منه واهدوا له اللواري والكروزرات والأراضي والعمارات، وفتحوا له قناة ساهور وإزاعة الكوثر، منو لمعوا؟ هم العمال الأخوان المسلمين. لما افتتحوا كبري الفتحاب ده جابوا ملا صحفيان قال لي تقطع من هنا وتصل لحد الفتحاب الكبري وتجي راجع عشان تبارك لنا في الكبري، يبرك فيك جمل وانتوا كلكم معاهم الباقي الاخوان المسلمين يعني عرفته؟ قال برك في الكبري بتاع الفتحاب ده. فعلموا الناس الشرك، هم ذاتهم الاخوان المسلمين، وهم نشروا الشرك بالمناسبه، وهم البنوا القباب والاضرحه، وهم اللي بيمنعوك انت لما تجي الجامع تحارب شنو؟ الشرك وتدعو للتوحيد. لصقوا لك ورقه عفوا ممنوع الحديث في هذا الجامع، في جوامع كاتبين لا يجوز الحديث ذاته، يعني حرام تقول الله قال والرسول قال، وفي جوامع قال لك تتكلم لكن ما تتكلم بالمسائل شنو؟ الخلافيه. انت عارف المسائل الخلافيه اللي بيقصدوها شنو الاخوان المسلمين؟ الله واحد، الله واحد، ده هو المساله الخلافيه عندهم، الله واحد. تقول الله واحد براو البراي ما الله، الله بيعلم الغيب براو، مكاشف ما عنده غيب بيعلمه، ده مسألة خلافية. التوحيد كونك توري الناس انه الله واحد، هذه المسألة الخلافية بالمناسبة التي من اجلها علقوا الورقة في الجامع، التي من اجلها عملوا اللجنة. اللجنة انت قال عملوها ليه؟ عشان تصلح المواسير والحمامات؟ لا، دي عشان تحارب الدين. لجنة وغررت، واللجنة عندها مغرر، بغرر شنو؟ يمنع الدين. وعندها أمين مال، أمين على شنو؟ أمين على الشرك. وعندها رئيس لجنة، رئيس لشنو؟ رئيس للضلالين ديل. وكمان الجامع ده لو عنده دكاكين برا وفرن، يا زول اللجنة بتكون غليظة مرة واحدة. كله لحرب الدين. فالناس قال والله حربهم واجب 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 واجب. وأوعك تقول لا أنا في علمانيين كده نسكت من ديل شوية، ديل أولى. لانه ده بيحاربوا الدين باسم الدين، والعلمانيين ديك ما دايرين دين تب، فهم ضالين العلمانيين ضلالهم بعيد، لكن اقل خطوره على المسلمين، لانه ما بزول بيمشي يبقى علماني الا الزول اللي ما داير الدين تب، كان عام منه خالص خالص، وده القله. لكن في ناس بيبقوا اخوانيين ودايرين الدين، غشوهم ديل شريعه شريعه ولا نموت، غشوهم عرفتها؟ فالنازل حربهم اوجب من اولاد من اولئك، وده في النا علماني كده يقول ليه الاخوان المسلمين ده ما علماني، ما انكروا عذاب القبر؟ انكروا ولا ما انكروا؟ انكروا. ما انكروا نعيم القبر؟ انكروا. ما انكروا نزول المسيح؟ انكروا. ما انكروا علامه الساعه؟ انكروها. ما سبوا الانبياء والمرسلين؟ شيخهم ما قال انا اعلم من النبي ذاته؟ قال لأ انا بتكلم فرنسي، محمد ما يعرف فرنسي، ها ها وضحك. ده العلمانيين قالوا. أبو بكر عبد الرازق المحامي، عرفته؟ محامي الترابي، ما قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة ذاته؟
هو دي الجريده عندي قاعده في البيت اصل اصليه كمان ما صوره قاعده في البيت. ديل كيف هسه؟ ديل شنو؟ ديل مع المانين؟ ما قالوا اليهود ما عندنا ما مشكله؟ ديل مع المانين؟ فديل والله حربهم واجب. وكل مره بيصاروا بصوره جديده وبلون جديد وبشكل جديد، تيار نصرة الشريعه ودوله القانون، ما في نصرة الشريعه، ده ينصروا بطونهم دي وكروشهم دي. فلا بد تعرفوا الكلام ده ولا بد تحاربوا، ودي فرصه يتحاربوا فيها الناس دي لانه شوكتهم شنو؟ اتكسرت، تيموها مره واحده. وما يقول لك لا كله مجلدهم، علمانيين، شيوعيين، نقد، محمود محمد طه، اسماء محمود محمد طه، الترابي، حسن البنا، سيد قطب، عبد الحي، محمد سرور، كلهم تجلدهم. البرعي ما تخلى يزول، ودي فتره بتاعت عمل بالمناسبه، لانه الجماعه العلمانيين عاملين فيها قالوا حريه وما حنسال زول، خلينا نكرهكم الحريه دي. فاجلد الامه دي كلها، اي زول بيحارب دين النبي عليه الصلاه والسلام ده وقت حربه بالمناسبه. خشوا المساجد دي، عرفت لقيت ورقه طوالي اديها ظهرك، هاتيها بظهرك كده ان الحمد لله نحمده ونستعينه. قام زول كورك ولا ده حركات كيزان، شفت الكلمه دي؟ تخليه يقعد طوالي لانه بيخاف من الباقيين يقولوا ده كوس. طوالي يعني سكتنا كثير نسكت ليبتين؟ طوالي واحد يقول لك لا اللجنه ولا بد تسازن ولا يا جماعه هاي ده حركات كيزان، دي حركات كيزان دي. طوالي بيسكت، جرب الكلام ده وتعال وريني. دي حركات كيزان قول لهم، طوالي بيسكت. واصل طوالي بالتوحيد. دي فترة والله مهمة جدا، واشتغلوا في الجامعات دي، كده اقرا. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة. طيب، ومن ولي الناس واجتمعوا عليه، ده النوع الأول من أنواع الوصول إلى الحكم. إذا اجتمع الناس على شخص كما اجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وباقي الخلفاء، وده الطريق الشرعي لتولية الخلافة. فهذا يطاع، هذا شنو؟ يطاع ويسمع له، إلا في المعصية، لما جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. يعني الحاكم نسمع له ونطيعه، لكن لو أمرنا بحرام ما بنطيعه، ولكن لا يجوز الخروج عليه بسبب أمره بالحرام. انتبهوا للفرق بين الحتتين دي. الحاكم أمرنا بحرام ما شنو يا جماعة؟ ما بنطيعه، لكن ما بنخرج عليه من باب شنو؟ هذا الحرام، لكن ما بنطيعه في الحرام ده ما بنطيعه فيه، لكن ما بنخرج عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث مهم جدا تحفظه، لأنه بيرد على الشبهة دي، وشبهة بيجيبوها الإخوان المسلمين وبيجيبوها التكفيرين. قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال، يعني حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ده حديث مهم جدا. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي شنو؟ من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني ما يجوز له شنو؟ يخرج بسبب هذه المعصية التي وقع فيها الحاكم. أيوة. ومن عليهم بالسيف حتى صار، ده نوع ثاني من أنواع الوصول للحكم، نوع رقم اثنين. النوع الأول اجتمع عليه الناس، النوع الثاني شنو؟ عليهم بالسيف. عليهم يعني قهرهم، وظهر عليهم بالسيف يعني يبقى الرجال كده مسكها بس بانقلاب، جبه دبابة، جبه سلاح، مين مسك الرجال ده تجب طاعته، وإن كان الطريق جبهه شرعي ولا ما شرعي. هذا النوع الثاني غير شرعي.
الطريق ده طريق محرم وارتكب ذنب عظيم واسم كبير، لأنه خرج على الحاكم شنو؟ القبلي، والخروج على الحاكم ما يجوز. لكن قال لك لو خلاص وصل وعلي هؤلاء الناس وظهر عليهم ومسك الحكم، هنا أجمع السلف جميعا على أنه يسمع له ويطاع. الدليل شنو؟ على أن نزول الجبل قوة ده يسمع له ويطيعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إلى آخره، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال فإنه من يعش منكم بعد إلى آخر. قال: وإن تأمر عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تأمر يعني تغلب، تأمر يعني شنو يا جماعة؟ تغلب، كما قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى، العباد الكبير، خلاص. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يعني تغلب، جبل قوة، قال عليكم بالسمع والطاعة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الرسول قال لنا كده، احنا ما قد نخاف من حاكم ابدا، لكن ده دين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. نعم، الغزو يعني الجهاد، يجاهد وراء الحاكم المسلم الظالم والعادل، لكن لا يجاهد أمامه إنما وراءه. يعني شنو وراءه؟ يعني الحاكم هو الذي يأمر بشنو يا جماعة؟ بالجهاد. ما كل ثلاثة يعمل لهم جماعة تنظيم سري، يقعدوا في أوضة يطفى النور والمروحة يقول لك نبايعك على أن نجاهد أمريكا. أمريكا شنو أنت يطلع من الأوضة ده أول حاجة؟ ده باطل يا ناس، وذاته سفه في العقل، سفه في شنو؟ في العقل. ربنا قال كذا، خلي انه ده طريق باطل كذا من ناحيه جهه قوه ساكت. ربنا قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وين الاعداد؟ النبي عليه الصلاه والسلام في مكه 13 سنه وهو نبي ورسول واعظم البشر، 13 سنه ما في جهاد، يعني جهاد بالسيف ما في، يعذب بلال يخط له الحجر، ويعزز خباب بن الأرك ويخط له السيخ المحمى بالنار في ظهره، ما في جهاد. ليه؟ لأنه ما في شنو يا جماعة؟ ما في قوة. فلا يمكن الآن ما في قوة، ومش ما في قوة بس، الحاكم ذاته ما أمر بجهاد. ثلاثة أنفار، واحد ساكن الجريف غريب، واحد جبرة، واحد الدوحة، واحد وين، يتلموا في أوضة يقولوا ماشيين نجاهد أمريكا، خدنا عذابه وعلي إلا غد وأضرابه، ما في حاجة. واحد مرته بيخاف منها بالبيت، خليه يجاهد امريكا. يا ناس اقول له كلام فارغ وباطل ساكت، بلعقوا الباطل، خلي الشرع، الشرع اذا اصلا ما بيقبل هذا الكلام يا ناس، صح ولا ما صح؟ والا لو بيقبل كان ديل بيعذبوا بهم الصحابه في رمضان مكه وبيعذبوا بهم بالسيخ، كان يامروا شنو؟ يؤمروا بالجهاد، لكن ما في قوه. لما هاجروا المدينه وبقى الاسلام عنده دوله وبقى عنده قوه وجات القبائل عرفتها وقوى شويه بعد ذا الجهاد وانتصروا، لأنه ذا كان وقت الجهاد. الآن ما في حاجة، ما عندهم حاجة، مسلمين صح كتار لكن ما عندهم أي حاجة. وأهم شيء في القوة ما السلاح، أهم شيء في القوة، القوة شنو؟ الإيمانية، التوحيد. إذا كان ناس ماشيين يجاهدوا كفار ونصهم مشركين، هم ذاتهم، الله ينصرهم كيف؟ ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. زول يقول لك انا ماشي اجاهد الكفار ولابس حجاب، ها انت شنو هسه؟ ده شنو الموضوع ده شنو؟ او لو سمع صوت الطلقه ساي يا المكاشفه، ده كيف يجاهد؟ وده احسن من اليهود في شنو؟ اليهود بينادوا عزير، والنصارى بينادوا عيسى وذاك رسول، وديل بينادوا البرعي وده مجرم. هسه ذاته اخر ياتوا هسه يا ناس، والله ما ممكن بالطريقه دي. اول حاجه صلحوا العقيده، اعتقدوا في الله براو، وشوفوا النصر بيجيكم كيف، والسلاح الدايرينه ده والقروش والبترول والطيران والأسلحة النووية، والله تجيكم.
وبأقل مجهود تجيكم لو كان أنتوا إيمانكم في ربنا تمام. ده خلاصة الموضوع. شكيت تلقى الأخوان المسلمين يقول لك لا لا كلام في القوة ده والشرك ده خلي ده نوحد الأمة يا أخ. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد، واحد قال حلب بأبو، وقف الجيش كله، قال من كان حالفا، وقف الجيش ماشي المعركة، قال لا لا أقف 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 أقف، وده شرك أصغر. حلب بأبو شرك أصغر في أصله، وقف الجيش. الآن الجيش أكثر يمكن واقع في شرك أكبر، ما يوقفه، ما يقول له أصبر شوية. قال من كان حالفا فليحلب بالله أو شنو أو لا يصمت. يا أخي جيش شنو فريق كورة ماشي ماشي المباراة، أول شيء يمشي القبة يشيل التراب، قال مسح بالشورت وتحت الشورت، عرفتها فريق كورة. فيا ناس والله الشغلة دي ما بتصلح أبدا إلا إذا صلحنا العقيدة، وده ليكم أنتوا الدعاة، لفوا المساجد اشتغلوا توحيد، ما تخافوا من أي زول، صح ما بننبي زول، بندعو بالحكمة، لكن ما بنخلي الدعوة، لفوا الجوامع دي اشتغلوا تمام والحلقات، عرفتها؟ وما شرط يومي تشتغل، أنت مشغول، اختار لك يوم واحد في الأسبوع، ما عندك أي يوم طلع من جيبك ادفع، اشتروا ميكروفون، اشتروا مايك، عرفتها؟ جيبوا كتب وزعوها. مبارح واحد ضرب لي من اخواننا ما قاعد اشوف الحلقات كثير، قال لي يا اخي ورقه فيها حاجه دار انا متكفل بها، والله كيفت منه كيف شديد خلاص، وانا عارفه زول مشغول. ليه؟ لانه تحس به ونحسب زول دار شنو يا جماعه؟ دار يساعد. وقسمه الفيء واقامه الحدود. الفيء قيل هو الغنيمه كما نقل البغوي في تفسيره، قال بعض العلماء الفيء هو الغنيمة، وقال بعض العلماء الفيء هو المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، بغير قتال. وقال البعض الآخر وقال الفيء هو المال الذي أخذ من الكفار بغير شنو؟ قتال. أما الغنيمة قالوا هي المال الذي أخذ من الكفار بسبب القتال، يعني حصل قتال المسلمين انتصروا بعد ذلك شالوا شنو؟ شالوا المال والغنيمة بتاعتهم، دي الغنيمة. أما الفيء ما حصل قتال، مشوا لهم قاموا جروا، المهم حصل تصالح، حصل أي شيء، دلوا الكفار رحلوا من منطقتهم لقوا الأموال بتاعتهم شالوها، ما حصل قتال. فهذا المال الذي أخذ بغير قتال ده شنو يا جماعة؟ ده الفيء. الغنيمة هي المال الذي أخذ بسبب القتال، المال الذي أخذ من الكفار بسبب القتال. وقال بعض العلماء كلاهما شيء واحد، وهذا ذكر ابن كثير قال كلاهما شيء واحد، وذكر البغوي الخلاف، قال بعض العلماء قالوا شيء واحد وبعض العلماء فرقوا كما بينا. أيوة. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود حدود الشرع، مثل جلد الزاني غير المحصن، رجم الزاني المحصن، قطع يد السارق، قتل المرتد إلى آخره. هذه الحدود لا تكون إلا للحاكم، لا تكون إلا للحاكم. يعني لا يمكن مثلا بيت زنت في قرية ما يتلموا ناس القرية يلقونه نجلده، أو لو متزوجة يقولوا نرجمها نحفر لها ونرجمها، لا مالكم. حتى لو ثبتوا على زنا لمنو يا جماعة؟ للحاكم، للحاكم. والحد إذا وصل الحاكم فإنه لا يجوز له إلا أن يطبقه، أما إذا لم يصل إلى الحاكم وتاب صاحبه ما شرط انه يوصل للحاكم. اما الصحابي وقصه ماعز والغامديه لما جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اصبت حدا فطهرني، هذا بسبب علو ايمانهم، لانه الحد فعلا شنو؟ بطهر. الحد بطهر وهو سبب لمغفره الذنب الذي ارتكبه العبد. لكن إذا ما وصل الحد الحاكم وصاحبه تاب بينه وبين الله فإن الله يتوب عليه.
فهمتوا يا جماعة الحتة دي؟ لكن إذا وصل الحد الحاكم وصل وثبت الجريمة فإنه لا يجوز للحاكم إلا أن يطبقه. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. من دفع الصدقات دفعها للحاكم جائزة، وجائزة هنا في مصطلح الإمام أحمد يعني واجبة كما قال العلماء، يعني شنو؟ واجبة. والصدقات هنا أي الزكاة. هل تسمى الصدقة زكاة والزكاة صدقة؟ وما هو الدليل يا موسى؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أحسنت. وحديث معاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء. افترض وقال صدقة معناته ما الصدقة المستحبة، لأنه قال افترض، افترض صدقة واجبة اللي هي شنو؟ الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصدقة هنا بمعنى شنو يا جماعة؟ الزكاة الواجبة، وهي تجب على من ملأ في المال من ملك 85 جرام من الذهب فما فوق أو ما يعادلها من المال وحال عليه الحول. فالزكاة وجوبها له شرطان. الشرط الأول أن يملك النصاب ويبلغ النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. في كل أنواع الزكاة، في النقد، في الذهب والفضة، في عروض التجارة، في البهائم، في الحبوب والثمار، لابد من الشرطين دين، يملك النصاب ويحول عليه شنو؟ ويحول عليه الحول. يعني لو ملك النصاب وكان عنده قروش كثيرة لكن ما حال الحول، الحول يعني سنة، يعني ما تم عليها سنة، عليه زكاة ولا ما عليه؟ ما عليه. طيب لو تم سنة وتم 10 سنة لكن ما بلغ شنو؟ النصاب، برضو ما عليه شنو؟ زكاة. لابد يتوفروا الشرطين مع بعض، حولان الحول وأن يبلغ شنو؟ وبلوغ النصاب في كل أنواع الزكاة. كله يملك شنو؟ يملك النصاب ويحول عليه شنو الحول، لكن بعد ذاك الثمار والحبوب دي وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصد بيقوم شنو؟ بيقوم بطلع. دي مستثنى. أيوة. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاسقا. يعني من دفع الزكاة إلى الحكام العادلين أو الظلمة حتى لو أكلوها وإنت عارفهم بيأكلوها، أديت زكاتك دي مركت أديت لهم، يبقى برئت شنو؟ ذمتك. ده معنى كلام الإمام أحمد بن حنبل، لأنه ربنا أمرهم هم يأخذوا الزكاة، وأمرك تديها لهم، أديت لهم أكلوها بطريقتهم، أنت أديت الزكاة. وعلماؤنا المعاصرون قالوا يجوز لو دار تديهم جزء وتدي شنو المساكين اللي انت بتعرفهم برضو بيجوز. نعم. في كل نوع بيختلف. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. شوف سبحان الله، الإمام أحمد يأمرنا بطاعة الحكام والصلاة وراهم، صلاة الجمعة وراهم، والبيرة إنه الصلاة وراهم باطلة، ده مبتدع. مع إنه الإمام أحمد أكثر عالم أو أكثر إمام في زمانه عذب وأوذي بسبب الحكام الظلم، وده أكبر دليل في الواقع إنه أهل السنة ما بداهنوا الحاكم، لكن ده دين. أكثر عالم في زمنه عذب هو من يا جماعة؟ عذبوا 3 حكام، المامون لحد ما مات، وجاب عدي والمعتصم لحد ما مات، وجاب عدي والواثق لحد ما مات، لحد ما جاء المتوكل على الله أكرم الإمام أحمد. مش طيلة حكم، طيلة حكم، ما حاكم حكم حاكم واحد، مدة حكم حاكم واحد، مدة حكم 3 حكام. شوف دي كم سنة بيعذبوا فيه، من سنة 218 هجرية بيعذبوا فيه والشغلة دي ماشية، لا قدام شوية والشغلة دي ماشية، سنين طويلة بعذبوا بس عذاب، ويقلدوا ويسجنوا
شفت كيف؟ لحد ما قوته دي كلها تهدد. ويقول كلامنا تسمع وتطيع للحاكم، صلي وراه الجمعة وما تجاهد إلا وراء الحاكم، والجهاد وماضي وراء الحاكم حتى لو كان ظالم، حتى لو كان عادل. بالله ده دين ولا هوى؟ دين. ده دين ولا هوى؟ الآن الأخوان المسلمين أي حاكم يجي بأكلهم في كرشتهم دي وبرضه ما بيرضوا إلا يزيد، يعملوا خطبة هذا الحاكم ظالم جيب يده، تاني خطبة ظالم زيد يده، صح ولا ما صح؟ شوف شوف الإجرام ده كيف، شوف الإجرام ده كيف، وشوف عدل أهل السنة والجماعة. الكلام ده كلام عالم عزب، عزبوا ثلاثة ملوك، ده بيعذبوا لما يموت وده يجي يعذبوا لما يموت، والمأمون لما جاي يموت وصى وصل ابنه قال لي عليك بالإمام أحمد عذبه، وقال لي أكرم أحمد بن أبي دواد ذو المجرم زي البرعي ده، قال لي أكرمه ده أكرمه بقى رئيس القضاة شفته، وقال لي عذبه. كل واحد يوصي الثاني لما جاي يموت يقول لي عذبه زيادة. بعد ده يقول تسمع وتطيع للحاكم، وقال الإمام أحمد صح عنه قال لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها للحاكم. الفضيل بن عياض قال نفس الكلمة، قال لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها للحاكم. بالله ده المنصفين ولا منصفين؟ منصفين. نعم. فالجمعة واجبة وراء الحاكم حتى لو كان ظالم، والصحابة صلوا وراء الحجاج بن يوسف ظالم ظلم شديد وقتل صحابة كمان وقتل تابعين، صلوا وراء. وأي إنسان يقول الصلاة وراء الحاكم عشان ظالم وعشان غل شنو وعشان سوى شنو باطل صلاة الجمعة، ده مبتدع زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أيوة. مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا من كانوا ظالمين ولا عادلين. أيوة. برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. على أنه في بعضهم زاد التكفيرين بيصلوا عشان خايفين من الحاكم وبقوم بزوغهم شعيدة سموها صلاة صورية، قال لك لا تصلي وتعتقد أنها شنو تامة، دي صلاة دي ما في عادة تانية. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. نقف لحد هنا لأن الخروج ده فيه شبهات نجي نناقشها المرة الجاية إن شاء الله مهمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.